مرحبا، يلا نبدأ الحلقة الثامنة من تحدي صندوق الغامض في مجمع الأنماء الرفاء. مرحبا، اسمك الكريم؟ محمد عباس. جاهز للتحدي؟ جاهز. تفضل. السؤال، في أي دولة تأسست صيدلية بوتس؟ الولايات المتحدة الأمريكية. الإجابة الصحيحة، ألف مبروك. شكرا شكرا، مشكورين. مرحبا، اسمك الكريم؟ فاطمة. جاهزة للتحدي؟ إيه. السؤال يقول، ما هي أحد معالم البحرين المعروفة المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو؟ قلعة البحرين. إجابة صحيحة، ألف مبروك. بسين معانا؟ مش عارف، شكرا. حاضر. مرحبا، اسمك الكريم؟ علي جاسم. جاهز للتحدي؟ إيه نعم، جاهز. السؤال يقول، هل يمكنك العثور على منتجات تحتوي على الكرز في باث أند بودي وركس؟ كن على كرز في موجود كنك. يتفضل رونا. إن شاء الله. ألف مبروك، في اسمعنا بالهدية. الله يزيج خير، ما قصرتي. مرحبا، اسمك الكريم؟ اسمي أسماء. جاهزة للتحدي؟ إيه جاهزة. السؤال يقول، أين تستطيع شراء شاي البوبا في مجمع الإنماء؟ تشوباتي. ألف مبروك، في السين معنا. تفضلي الهدية. شكرا، يعطيكم العافية. مرحبا، اسمك الكريم؟ سارة نبيل. جاهزة للتحدي سارة؟ جاهزة. السؤال، أين تستطيع الاستمتاع بالأكل اللبناني في مجمع الإنماء؟ مطعم بيت الأمين. ألف مبروك، الإجابة صحيحة. تفضلي. شكرا. مرحبا، اسمك الكريم؟ أصالة محمد. جاهز للتحدي؟ إيه نعم، جاهز للتحدي. السؤال يقول، أكبر حيوان من نوع الثدييات في العالم؟ الحوت الأزرق. ألف مبروك، في اسمعنا بالهدية. مشكورة، رحم الله والديكم. مرحبا، اسمك الكريم؟ ليلى صادق. جاهز للتحدي؟ جاهزة. السؤال يقول، في أي عام أصبح الملك حمد ملك مملكة البحرين؟ 2002. ألف مبروك، في استماع لنا بالهدية. شكرا جزيلا. شكرا. مرحبا، اسمك الكريم؟ سيد محمد مجيد. جاهز للتحدي؟ جاهز. السؤال يقول، تتكون قارة أفريقيا من كم دولة؟ 54. 54 الإجابة صحيحة. ألف مبروك، في استماع لنا. شكرا، يعطيكم العافية وما قصرتم. وهذه نهاية حلقتنا لليوم، ونلقاكم غداً.